إن أخفق الوزير الفلاني بعمله. نعم. زين، هذا السؤال الأخير حتى نختم به إن شاء الله اليوم. نعم نعم. يعني راح يتم عزله لو راح ينتظر لما تخلص الدورة البرلمانية مالته؟ لا، هنالك توجه جديد في هذه الحكومة، حكومة السيد محمد الشاع السوداني، أنه لديه صلاحية بعزل أي وزير يتكاسل أو يتراخى أو يقصر في أي جانب معين. اليوم اكو صلاحية منحت للسيد محمد الشاع السوداني بهذا الخصوص، واعتقد ان السيد محمد الشاع السوداني مصر على ان يستثمر هذه الصلاحية بشكل يعني جميل وبشكل واسع جدا، من لان هو رفع شعار الرجل قوي والرجل شجاع الرجل قوي القرار. لكن الكتل السياسية راح تلتزم بهذا القرار؟ لا، الكتل السياسية هي حتى وان لم تلتزم او حتى وان لم تلتزم، بس هي بالتالي من الممكن ان ترشح وزير اخر ثاني وينتهي الموضوع. شنو المشكله؟ يعني احنا اذا شلبنا بهذا الوزير خلص ماكو غيره، ما احنا شفنا خلال هاي الحكومات اللي مضت كان الله يحب المحسنين. زين.